دلوقتي طبعا هنروح للفقرة المحببة وهي فقرة ريمونتادا. من ضمن الأخطاء التحكيمية والإعلاميين اللي تناولوا الأخطاء التحكيمية وبشكل مختلف كان كابتن أحمد حسام ميدو في برنامجه طبعا على إحدى القنوات الفضائية. وطبعا إحنا هنا بنحب فكرة الجيم اللي بيلعبه الكابتن أحمد حسام ميدو، لأن في بعض الأحيان هو مختلف عن مسار زملائه أو المنتمين لنادي آخر في سكة إنه أحيانا بيقول ده صح وساعات بيقول ده غلط، ولو قال حاجة غلط بيرجع فيها تاني. لكن هو مشكلته في بعض الأحيان بياخد سكة اندفاع بشكل قوي تجاه رأيه وبيصطدم في الآخر، إنه وارد جدا يكون ده رأي خاطئ. تعالوا نشوف الرأي اللي الكابتن أحمد حسام ميدو بالتأكيد هيتراجع عنه بعد ما نسمع الفيديو ده. الأهلي ملوش ضربة جزاء في ماتش وادي دجلة، خدوا كلامي كله حتة واحدة بقى عشان ما تاخدوش حتة حتة. الأهلي ملوش ضربة جزاء في ماتش وادي دجلة، كرة مش ضربة جزاء، والكرة بتاعت إمام عاشور مش بنالتي، كرة فاول من بره ال 18 وإمام عاشور غشيم فيها بس ومندفع وفيها تهور بس من بره ال 18، والكرة التالتة بتاعت طارق حامد بنسبة 90% ضربة جزاء، وطارق ما كانش يقصد على فكرة. طارق وهو بيجري ركبته خبطت في رجل الراجل بتاع انبي، كان لازم الراجل بتاع الفي ار يرجع كابتن صباحي، والكره دي كان ممكن تحسب ضربه جزاء بكل بساطه. هنا لا نجتزئ تصريحات، هنا لا نجتزئ اي فيديوهات، بنجيب المفيد وبنجيب رايك كله مش حته حته يا كابتن ميدو، وهتسمعه بنفسك. اتكلمت عن ان مفيش ضربه جزاء للنادي الاهلي، اعتقد كل الناس ردت عليك، لكن فكره يعني ايه ضربه جزاء على طارق حامد ما كانش يقصد، انا دي مش قادر استوعبها. هل هو ما كانش يقصد فبالتالي ما نحسبهاش ركله جزاء؟ ويعني ايه بنسبه 90%؟ طب ما انك قلت ان امام عاشور من بره بنسبه 100% فطبيعي تكون طارق حامد بنسبه 90%، بس انا هاخد كلامك ده، معنى كلامك ده ان في ركله جزاء لفريق انبي تقدر تغير النتيجه من فوز الزمالك لتعادل انبي، وده المطلوب اثباته الاستفاده التحكيميه اللي حصلت لنادي الزمالك. اما عن الاهلي وادي دجله اعتقد انت سمعت كل خبراء التحكيم. لا على الاهلي وادي دجله وبيتكلم بشكل قاطع، يعني بيتكلم بشكل قاطع، ما اعرفش مصدر الثقه دي ايه، لان دي اللعبه اللي ما حدش اختلف عليها. طب عايزين انتم تشوفوا معانا الفيديو ده ورأي كابتن ميدو بيرد على كابتن ميدو، ونرجع نعقب بعد ما تكونوا شفتوا الرد الغريب. بتطلع تحلل حاجات حالات تحكيميه على كف التلفزيون، سواء بقى كانوا خبراء تحكيميين او سواء كانوا ناس ليهم اجندات معينه بيشتغلوا بيها، انتوا بتضحكوا على الناس ليه؟ الكوره جيبوها بدايه الكونتاكت بتاعتها الفاول بتاعها من بره ال 18، هي لازم تبقى فاول من بره ال 18، ما تتحسبش بينالتي، الفي اي ار ما يقدرش يرجعه. التحليل على الكيف والتحليل بالاهواء والاجندات نفس السكه. اعتقد يعني هل الرساله مين اللي يوجهها لمين؟ يعني مين، هل كابتن ميدو اللي يوجه للحكام الراي ده، ولا اصلا كابتن ميدو هو اللي مختلف فبالتالي المنطق المغاير يجي يقول لك ان كابتن ميدو حضرتك اللي بتحلل وفقا لاجنده؟ وسؤال الاعداد كان زكي معانا لما طرحه امبارح، هو فين الخبير التحكيمي الاجنبي الراجل اللي كان بيجي بيقول اراء في اللعبات الفاصله؟ كنت انت اللي بتقول. اتمنى يا كابتن ميدو تجيبه في اللعبات الثلاثه اللي انت اتكلمت فيهم، وانا اثق انه في حداته، واثق على فكره انك انت عمرك ما هتوجهه، ونسمع رايه فيهم ونرجع نقيم كنت صح ولا غلط. انا هجيبه لك دلوقتي الخبير التحكيمي ده، ولكن احنا هنا بنوضح نقطه بناكد عليها. مشكله البعض ان هو لما بيقتنع بقرار تحكيمي بيشكك في نوايا الطرف الاخر، وده اللي عمله الكابتن ايضا احمد حسام ميدو. لكن الكابتن احمد حسام ميدو ليه باكد ان هو يعتذر؟ عشان اللي هنشوفه دلوقتي. يبقى انا بعتذر لابراهيم نور الدين، لان انا هاجمت ابراهيم نور الدين بشكل كبير جدا على قراره ان هو راح للفار وما حسب الكره، مش ما حسبهاش بينالتي، وانا طلعت هاجمته بشكل كبير جدا. لكن انا راجل مش بتاع تحكيم، انا على تويتر بقول رايي. الراجل ديرموت بيقول ان قرار ابراهيم نور الدين كان قرار صحيح 100%، وان هو مستغرب ان الفار اصلا نده له ان هو يبص على الكوره، هو شايف there is no enough contact، يعني ما فيش التحام كافي في الكوره،
وان هو شايف ان ابراهيم نور الدين كان على كان صح ان هو ما يحتسبش الكره ضرب الجزاء. زي ما انا طلعت عجنت ابراهيم نور الدين بقول لك بعتذر لك، انا اسف، انا مش حكم، انت صح انا غلط. جميل جدا ثقافه الاعتذار يا كابتن ميدو، عشان كده احنا منتظرين اعتذارك عن كلامك عن مباراه النادي الاهلي ووادي دجله، خاصه ان انت قلت انا مش راجل حكم، في خبراء تحكيميين بيتكلموا. فبالتالي يا كابتن ميدو لما تقول راي تحكيمي ما تجزمش بيه ان هو صح، وما تشككش في نوايا الاخر عشان ما تحتاجش زي ما اعتذرت لابراهيم نور الدين تعتذر ايضا للاهلي خط احمر. بالظبط، هو الاهلي خط احمر مش بس هو اللي فيما يخص حالات النادي الاهلي قد يحتاج الاعتذار، ولكن لاعب اخر وجه اليه كلام سلبي من كابتن احمد حسام ميدو في لحظه نسي فيها قال ايه، وان كان هو بينسى لا الاهلي خط احمر ولا جمهوره بينسى. نروح ونشوف كابتن احمد حسام ميدو قال ايه لرامي صبري. حاجه تانية، رامي صبري لعيب انا بحبه جدا، وعلى فكره انا عارف ان هو شخصيه كويسه جدا، لكن يا رامي انت كابتن انبي صح؟ وبتلعب في انبي تمام؟ الاهلي فاوضك ورحت لعبت ماتش اعتزال باين مع الاهلي او حاجه ما اعرفش، كانوا انت واحمد سامي وبتاع، كانوا كنت رحت تلعب ماتش وبتاع والاهلي فاوضك، وكنت قريب من انت تمضي للاهلي. ايه قصه يا عم رامي ان انت كل ما تجيب جون تعمل لك نسر وبتاع؟ يعني قصه، يعني انا بحب رامي صبري جدا تاني، لكن ليه، ايه لازمتها يعني؟ والاحتفال ان انت راجل كابتن الفريق، وازاي مجلس اداره الاهلي والكابتن حلمي طولان راضي باللي رامي صبري ده بيعمله، وينزل انستجرام ومراته تنزل انستجرام بعد الستوريز ان الاهلي ومش الاهلي، وينزل لبس وهو قاعد في البيت بشورت الاهلي وبتاع. يا اخي ده حتى لو الاهلي بيفكر يجيبك، والله لو انا من اداره الاهلي عمري ما بفكر فيك تاني ابدا. النوع ده من القسوه على لاعب وتذكيره وكان اللاعب عمل جريمه، رغم ان اللاعب ادى، وانا عن نفسي ما شفتش الاحتفال اللي عمله بالشكل ده، وان كان اللاعب اهلاوي او بينتمي للنادي الاهلي او بيحب النادي الاهلي دون ان يسيء لاي نادي اخر، ده ما يعيبوش يا كابتن ميدو. والرساله اللي انت واجهتها لرامي صبري هنفكرك بمشهدين وبعدين هنرجع لك انت تاني. اعتقد المشهد الاول يا اسامه، رامي صبري الموسم الماضي جاب جول في النادي الاهلي في الدقيقه 90 واثار الجدل، فاعتقد مفيش اي شبهه تواطؤ عند لاعب بيخص النادي الاهلي او منتمي للنادي الاهلي، والتاريخ بيشهد بذلك. لكن بما ان الكابتن احمد حسام ميدو بيتكلم عن فكره الاحتفاليه وازاي تكون لاعب منتمي للنادي وبتحتفل بانتصار نادي تاني، تعال نفكرك بلاعب كان بيموت نفسه وبيصرح ان هو بيموت نفسه عشان يخدم نادي الزمالك وهو في نادي اخر. ده طبعا كان محمد شعبان. لا طبعا كان في مباراه المقاولين، لكن احنا عندنا فيديو واضح جدا لاسلام جمال، عايزين نستعرض فيديو اسلام جمال وهو في طلائع الجيش وبيشوف وهو بيموت نفسه النادي الاهلي بيحقق لقب الدوري بتخطي فريق طلائع الجيش. نشوف الفيديو. عملت اشاره القوس والسهم بتاعت نادي الزمالك، عملتها كانت ناس. لا انا عاملها مش عشان خاطر استفز جمهور الاهلي ولا عشان خاطر الاهلي، لا خالص، انا ماليش علاقه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي كسب، الف مبروك، خلاص. ما انا عاملها، انا راجل اعاره من نادي الزمالك وانا بحب النادي ونفسي الدوري، نفسي الزمالك ياخد الدوري، عاملها له. دي مش مشكله، دي حاجه تخصني انا ما تخصش حد. انا لعبت النهارده، انا كنت بموت نفسي عشان خاطر الموقف بتاع فرقتنا اصلا، والحمد لله جبت جون وفرحان ان الزمالك يقرب ياخد الدوري. دي مش عيب يا كابتن، يتحسب كمان ياخد الدوري مع نادي الزمالك. طبعا طبعا طبعا، لا ده حقك الطبيعي انه الزمالك انت تسعد بفرقتك، يا بس الفكره انه بعد ما انت احرزت هدف، انا فهمت وانا بتفرج ان انت بتقول للزمالك انا هخسر النادي الاهلي نقطتين، وعلى فكره ده حقك الطبيعي. وانا كان نفسي يا كابتن، انا كان نفسي ده يحصل عشان خاطر فرقتي تاخد الدوري، وانا لسه فاضل لي سنتين في النادي ارجع وفرقتي واخده الدوري ونلعب افريقيا وفي حاجات كتير يعني السنه الجايه تحصل يعني. مش عيب برضو يعني يا كابتن، ولا لو انا بتكلم غلط قول لي لا انت غلط. لا لا لا. ده بقى راجل بيلعب في فريق تاني وبيقول لك فرقتي، بيتكلم عن نادي الزمالك بيقول لك فرقتي وكان نفسي وبموت نفسي عشان ياخدوا الدوري. طب ده لما يلعب قدام نادي الزمالك ايه اللي ممكن يعمله؟ بص يا اسامه، احيانا قد يكون كابتن احمد حسام ميدو في فلسفته او في فكره ان هو يطلع يقول لك انا راجل متسق مع ذاتي، ده غلط وده غلط وده غلط، وانا راجل عندي قناعات ان ايه، لو انت بتنتمي لتيشيرت معين او بتمثله احترافيا لا يجوز انك تشير او تدخل اي طرف ثالث او نادي ثالث، لان ده بيحقر او بيقلل من النادي. تعالى بقى يا كابتن احمد حسام ميدو
نقول لك انت ولقطتك انت اللي تنهي اي افتراض لحسن النية وتخليك لازم تعتذر لرامي صبري. كابتن احمد حسام ميدو وهو بيشاور على علامة الزمالك او خطين الزمالك في مباراة وهو مدرب لدجلة وحصل مناوشات مع جمهور النادي الاهلي، كان في تعدي لفظي وكمان عمل شعار نادي الزمالك وانت بتمثل نادي اخر. وتوعد النادي الاهلي ان الزمالك هيفوز طبيعي. والحقيقه مش للاسف، للاسف طبعا الزمالك خذله والاهلي فاز بالمباراه. هنا بقى يا كابتن احمد حسام الرساله، لو انت بتمتلك المبدا ده وهنفترض ان هو عندك، لازم تطلع تعتذر لرامي صبري انك ما كان ان انت تعمل اللقطه دي. زي ما قلنا لو البعض بينسى الاهلي خط احمر ولا جمهور النادي الاهلي خط احمر بينسى، وهيفضل النادي الاهلي خط احمر في عيون كل الأهلوية. نشوفكم في حلقة جديدة، وسيظل النادي الأهلي هو النادي الأول في إفريقيا إن شاء الله.